بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بشكر الاستاذ الدكتور ايهاب سالم على شرف تواجدي، يعني موجود معاكم هنا النهارده، وبحب اشكر طبعا رؤساء الجلسه الاستاذ الدكتور فريد فوزي والاستاذ الدكتور هدى جوده. النهارده هنتكلم عن الانسولين تايبس، والمحاضره النهارده تعتبر بري ريكوزيت لمحاضره الدكتور اسلام ماهر بعد كده الانسولين ريجيمين. المحاضره سيمبل بس هنحاول نجيب حاجات تكون شيقه كده، نفكر نفسنا بالهيستوري. طبعا الانسولين ديسكفري كان احد اهم الحاجات اللي غيرت المانجمنت اوف دايابيتس على مر العصور، وكانت فرصه او كانت سبب للحصول على جائزه نوبل في يوم من الايام، وكانت امبورتنت مومنت ان ذا ساينس. طبعا الموضوع بتاع الانسولين قبليه كتير كان اكتشاف خلايا لانجر هانز، ايليس اوف لانجر هانز، بالمكتشف بتاعها بول لانجر هانز جيرمان ستودنت سنة 1869، اللي اكتشف خلايا موجودة في البنكرياس، اللي اكتشفوا بعد كده ان البنكرياس ده لما بيبقى ريموفد الانيمالز اللي بيبقى بيعتملوا بنكرياتيكتومي بيديفلوب سيمتومز اوف دايابيتس اند سيمتومز اوف هايبر جليسيميا. نوكلا بليسكي اكتشف انه لما بيحقن اكستراكت البنكرياس ابتدى بيلاقي ان السيمتومز اوف هايبر جليسيميا بتبقى اميليوريتد، وابتدوا يفكروا ان في حاجة موجودة في البنكرياس ممكن تكون سبب في علاج الدايابيتس، اللي كان في يوم من الايام يعتبر حكم بالاعدام او ديث سنتنس، لان اي حد كان بيجيله دايابيتس تايب 1 اكيد كان بيبقى في اعداد الموت. الموضوع في 1922، واحنا هنمر على تاريخ سريعا، يعني بانتنج وبيست اكتشفوا انهم لما بيحقنوا اكستراكت من البنكرياس في الهيومن في الانيمالز ابتدى يتحسن برضو الموضوع بتاع الهايبر جليسيميا. كان سبقهم طبعا زي ما احنا قلنا نيكولا بلوسكي، بس بسبب الحرب العالميه الاولى الشغل بتاع بانتنج وبيست هو اللي وصل للليتريتشر، وزي ما بيقولوا اللي سبق كان النبا. تمام. الديسكفري اوف ذا انسولين ساعدهم ماكلويد وكوليب، والحقيقه بانتنج اند ماكلويد ابتدوا عن طريق علاقاتهم وشغلهم ابتدى اكتشاف الانسولين يبقى في في كندا في تورونتو، وتم اكتشاف اول ازازه انسولين. واحنا النهارده جايين نتكلم عن الانسولين من اول الفايل ده، مرورا بانواع مختلفه من الانسولين، لحد ما هنوصل لحاجه اسمها البايو سيميلر وهنعرف يعني ايه. اول عيان كان اسمه جوزيف كليرست، الموضوع بتاع الانسولين معاه فشل الحقيقه، لانه خده بالاورال روت، وطبعا الانسولين ما نفعش بالاورال روت في الوقت ده. بعد كده ليونارد تيمسون، وده كان عيان عنده تايب 1 دايابيتس وكان في اعداد الموتى بسبب الدايابيتس ده، وكان في سن 13 سنه خد الانسولين ابتدى يتحسن وعاش بعدها فتره كبيره، وبرده دايت بعد كده من الكومبليكيشن اوف دايابيتس في شكل برونكو نيمونيا. طبعا باين الديفرنت امبورتنس اوف ذا انسولين في الاطفال اللي كانوا تايب 1 دايابيتس، كل طفل كان شكله عامل ازاي قبل ما ياخد انسولين، ومع التطور اللي حصل في اكتشاف الانسولين ابتدى الشكل يختلف. طبعا عيان كان كاتابوليك ابتدى يتحسن، وطبعا كان في شكر موجه لبانتنج ان هو قدر ينقذ حياته في يوم من الايام، وطبعا استحقوا انهم ياخدوا جائزه نوبل. لحد دلوقتي التايم لاين موجود لحد سنة 1922 لما تم اكتشاف الانسولين، بس الحقيقة الانسولين ما وقفش عند كده، لا حصلت طفرات كتيرة بعد كده. في هاجي دورن اكتشف ان الانسولين لما يتم اضافة ليه سيرتين بروتين، كان البروتامين في الوقت ده، ابتدى الديوريشن بتاعه يكون اكتر، لان الهيومن انسولين لما بيتحقن في الجسم بيقعد فترة قليلة ممكن توصل لحد 4 ساعات أو 6 ساعات، لا الاديشن اوف بروتامين ممكن يطول الاكشن بتاعه. وهاجي دورن ده مؤسس شركة نوفو نورديسك، تمام، وتم اكتشاف النيوترال بروتامين اوف هاجيدورن او الان بي اتش او الانترميديت اكتنج انسولين، وهنشوف البروفايل او الفارماكوكاينيتيك اكشن اوف اتش انسولين على حده. طبعا فريدريك سانجر، وده برضو اسم مهم، فريدريك سانجر ده كان بايوكيميست اكتشف السيكونسنج بتاع الانسولين اللي هو بيتكون من تو امينو اسيد تشين كونكتد باي دايسلفايد بوند، وده الهيومن انسولين اللي احنا عارفينه والهيومن انسولين اللي بيتم استخدامه. اي تشينج في السيكونس بتاعه هيكون عندنا كذا نوع من الانسولين بعد كده، زي ما هنشوف الديفرنت تايبس اوف انسولين اند انسولين انالوج. طبعا سانجر برضو استحق انه ياخد جائزه نوبل، وخد جائزه نوبل لاكتشافه السيكونس بتاع الانسولين. برضو التايم لاين دمه مستمر، ب
بداية من الهيومن انسولين 22 الان بي اتش انسولين 53 او 53 مرورا بانواع كتيره مختلفه هنشوفها بعد كده. وات از افيلبل انسولين ناو دايز؟ الانواع الموجوده عندنا الهيومن انسولين وهنشوفهم. وكانت فكره الدكتور ايهاب ان احنا نحط صور الحقيقيه للانسولين الموجود في الماركت عشان يبقى كنوع من التذكير خاصه لليانج جينيريشنز. والانسولين انالوجز وهنشوفهم مع بعض والبايو سيميلر وكلمه صغيره عن البايو سيميلر. الهيومن انسولين الاول ده الانسولين اللي بيطلع في جسمنا عموما بيطلع طول الوقت حاجه اسمها باك جراوند انسولين او البيزل انسولين، وده بيكون حوالي 50% من الانسولين اللي بيبقى سنسايزد موجود طول الوقت ملوش علاقه بالميل، و50% بيكون بري ميل بيحصل او بوست ميل بعد الاكل. المشكله ان احنا لما بنستخدم الهيومن انسولين بنلاقي فيه ديسكريبنسي بتوين الانسولين اللي بيبقى يوزد، بيبقى فيه بيك، البيك ده ممكن يدخل العيان في هايبوجليسيميا ويكون فيه مشكله. والانسولين اللي بنديه كبراندي الانسولين لما بنستخدم الهيومن انسولين بيبقى ديلايد عن الانسولين اللي بيطلع من الجسم، وفي نفس الوقت بيبقى الديوريشن بتاعه اطول من الانسولين الثاني، وبالتالي برضو العيان بيكون برون للهايبوجلايسيميا. ده الهيومن انسولين اللي احنا هنتكلم عنه. عندنا شورت اكتنج انسولين اللي احنا بنسميه ريجولر انسولين وكلنا عارفينه اللي هو الانسولين المائي، وعندنا الانترميديت اكتنج انسولين اللي هو الان بي اتش اللي عرفنا دور هاجيدورن في انتاجه، وعندنا البري ميكسد انسولين وده ريشيو موجود ما بين ان بي اتش او انترميديت اكتنج انسولين وريجولر انسولين بريشيو 70 ل 30 اللي افيلبل هو دلوقتي. دي اشكاله موجوده في السوق باشكال مختلفه سواء فايلز او بنفيلز. ده الان بي اتش انسولين او الانسولين انترميديت اكتنج موجود برضو في شكل فايلز او بنفيل او كارترج يعني، وده الانسولين البريميكسد المعروف اللي موجود في كل شتاتنا وبنستخدمه على طول باساميه برضو المختلفه سواء النسخ الانترناشونال او النسخ الايجيبشن بتاعتنا. برضو كانت طفره في استخدام الهيومن انسولين انه يتم استخدامه ان ذا انهيلد باث واي اللي هو بنسميه الانهيلد انسولين. والانهيلد انسولين بيتم استخدامه عن طريق ديفايس بيتحط فيه كارتريج، والكارتريج ده اكوردنج للوحدات بتاعته ممكن نستخدمه كرابيد اكتنج او كريجولر انسولين يستخدم قبل الوجبات ويكون بدل الهيومن انسولين اللي بنستخدمه كريجولر انسولين. وبرده اكوردنج للكارتريج دي ممكن نحدد الوحدات اللي ممكن العيان يستخدمها قبل كل وجبه. جت بعد كده فكره الانسولين، عرفنا البيك اللي بتحصل والديليد اكشن اوف ذا انسولين، احتاجنا يكون عندنا انسولين يكون مور فيسيولوجيكال يكون قريب من الطبيعه، وبالتالي اقدر ابعد عن السايد افكت اللي ممكن تحصل اللي هي الهايبو جلايسيميا. ان ذا تيرمز اوف بوتنسي كل الانسولين واحد، كل الانسولين ليه نفس البوتنسي. الفكره كلها ان انا يكون عندي سيف انسولين فيسيولوجيك انسولين، ودي كانت فكره استخدام الانالوج سواء الرابيد اكتنج انالوج او البيزل انالوج. دي الديفرنت انسولينز انالوج الموجوده، عندي الرابيد اكتنج انالوج الانسولين ليسبرو والانسولين اسبارت والانسولين جوريليسن، وعندي البري ميكسد انالوج از افيكسد ريشيو برضو ما بين الانسولين ليسبرو اند اتس بروتامين فورم عشان برضو يبقى ليه رابيد اكشن ليه لونج اكشن، الانسولين اسبارت اند اتس بروتامين فورم، وعندي الكوفرميليشن هي موجوده في البري ميكسد بس هي كوفرميليشن ما بين تو ديفرنت فورمز اوف انسولين ذا انسولين ليسبرو اند انسولين ديجلوداك، وعندي اللونج اكتنج انالوج بثلاث ثلاثه افيلبل فورم، عندي الجلارجين باي تو كونسنتريشن يو 100 اند يو 300، وعندي الانسولين ديتيمير اللي هو الليفيمير، وعندي الانسولين ديجلوداك برضه بتو كونسنتريشن 100 اند 200. بالنسبه للرابيد اكتنج انالوج الاكشن بتاعهم بيكون اسرع من الهيومن انسولين الريجولر، الاونست بيكون بعد 5 دقائق لحد 15 دقيقه، بيقعد في الجسم اب تو 1 اند هاف اور، وبيقعد ده البيك بتاعه انا اسف الديوريشن بتاعه اب تو 5 اور. ايه اللي اتعمل في الانسولين عشان يبقى رابيد اكتنج؟ اول نوع هنتكلم عليه هو الانسولين ليسبرو. الانسولين ليسبرو في البيتا تشين بتاعه الانسولين تم استبدال سبستيوشن بتوين البرولين واللايسين الجزء اللي تحت ده في البوزيشن رقم 28 و29، وبقى عندي انسولين تم استبدال البرولين باللايسين فسموه كده ليسبرو، اللايسين مكان البرولين، وده شكله في الماركت بتو كونسنتريشن برضو تو كونسنتريشن 100 اند 200 موجود برضو في شكل كارتريدج فورم اند بنفل او اند بن افيلبل بن فورم. تاني انسولين برضو رابيد اكتنج انالوج تم استبدال البرولين باسبارتيت
وتم انتاج الانسولين اسبارت وبرضه موجود في الماركت بالاشكال دي بشكل كارتليج او بنفل وبشكل بريفورمد بن. وعندي واتس كولد فاست انسولين اسبارت. فاست انسولين اسبارت موجود في مش موجود عندنا في مصر، موجود بره باسم فياسب. فياسب اكوردنج للماركتنج كومباني بتقول ان هو اسرع، وبالتالي استخداماته هتمكنني ان انا استخدمه في اوقات ان انا محتاج الانسولين يشتغل بسرعه، محتاج في اطفال مثلا بخاف ان انا اديهم الانسولين واديه الانسولين ما يبتديش ياكل، فهحتاج انسولين يشتغل بسرعه ممكن اديه له بعد بدايه الاكل او في نهايه الاكل او وزن 20 مينت من الستارت اوف ذا ميل. ده اسمه انسولين فياسب، اسرع من الاكشن اوف انسولين او الانسولين اسبارتيت الثاني اللي هو النوفو رابت. بعد كده ذا لاست رابت اكتنج انالوج اللي هو الانسولين جلوليسين. تم اضافه جلوتاميك اسيد مكان اللايسين في البوزيشن رقم 29 في البيتا تشين، وتم اضافه مكان الاسبرجين تم اضافه لايسين وتسمى بالاسم ده جلوليسين اللي هو الانسولين الموجود في الشكل ده، في شكل بنفل او كارتريج وفي شكل بن جاهز. بعد كده عندي البري ميكسد انالوج. البري ميكسد انالوج احنا عرفنا الفكره، البروتامين لما بيضاف الانسولين الاكشن بتاعه بيبقى مور لونجر، فتم اضافه الانسولين الاسبرو للبروتامين فورم والاسبارت للبروتامين فورم اسبارت، ويتكون عندي الشكل ده من الاكشن. ابتدى الاكشن بتاعي يكون رابيد، وفي نفس الوقت بعدت عن الهايبوجلايسيميا اللي ممكن تحصل بسبب الريجولر انسولين اللي كان موجود، استبدلناه ب واتس كولد شورت اكتنج انالوج او رابيد اكتنج انالوج، وبرده موجود بتو ديفرنت كونسنتريشن، سواء انسولين ليسبرو 25 او انسولين ليسبرو ميكس 50، موجود في شكل برضو كارتريج اللي هو 25 وال50 موجود في شكل بن. وعندي بعد كده الانسولين اسبارت اللي موجود برضو فريشيو 30 ل 70 مع البروتامين ليسبرو في شكل بن برضو 30، موجود في شكل كارتليج او في شكل بن جاهز. بعد كده عندي اللونجر اكتنج انالوج، واللونجر اكتنج انالوج عندي ثلاثه موجودين في السوق، الجلارجين والديتيمير. الجلارجين بتو ديفرنت كونسنتريشن، والديتيمير والانسولين ديجلوديك. الفكره في الجلارجين ان تم استبدال الاسبرجين في البوزيشن رقم 21 في الالفا تشين بجلايسين، وتم اضافه تو اديشنال ارجينين تاجز للبيتا تشين، فتكون عندي انسولين ممكن يحصل له بريسيبيتيشن بنيوترال بي اتش، يعني هو موجود في الاسيديك ميديا بي اتش 4 بيكون سولابل، لما بيحصل له انجكشن بيحصل له بريسيبيتيشن وبيحصل بعد كده سلوور ديسوسيشن، فممكن يقعد فتره كبيره ان سبكوتينيوس تيشو. ذس سلوور ريليز بيخليه يقعد في السيركوليشن فتره كبيره، وده منظره او شكله، موجود في شكل برضو سولو ستار او قلم جاهز، او في شكل بنفل او كارتريدج. ابتدى يتكون عندي انذر كونسنتريشن او انذر فورم ويز مور كونسنتريت فورم اللي هو الجلارجين 300. الجلارجين 300 وجوده بالشكل ده بيخليه في ان ذا سبكوتينيوس تيشو يحصل له سلوور اند مور ستيبل ديسوسيشن، وده موجود باسم في السوق برضو اسمه جلارجين 300، موجود ان بيرفورمد بين او سولو ستار. انذر لونجر اكتنج انالوج اللي هو الانسولين ليفيمير، حصل ريموفال للسيريونين في البوزيشن رقم 30، وتم اضافه فاتي اسيد اسمه مايريستيك اسيد في البوزيشن رقم 29. التغيير ده او الموديفيكيشن ده بيخلي الانسولين يبقى ستيبل ويبقى باوند للبروتين الموجود سواء في السبكوتينيوس تيشو او الموجود في السيروم، وبيحصل له سلوور ديسوسيشن اند سلوور ريليز من الالبومين، وده اللي بيفسر اللونجر ديوريشن اوف انسولين ليفيمير او الانسولين ديتيمير، وده موجود في الشكل ده ديتيمير سواء فليكس بن او ديتيمير كارتريدج. اخر واحد اللي هو الانسولين ديجلوديك، والانسولين ديجلوديك ده تم اضافه فاتي اسيد تاج للبوزيشن رقم 29، وتم الريموفال اوف ذا لاست امينو اسيد في البوزيشن رقم 30، برضو ده بيخليه يحصل له بريسيبيتيشن في السبكوتينيوس تيشو، وفي نفس الوقت بيخليه برضو مور باوند للالبومين، وده اللي يفسر وجوده فتره كبيره في السبكوتينيوس تيشو، وايفن لو وصل للسيركيليشن بيدنه فتره كبيره باوند للالبومين. And its slower dissociation from the albumin بيخليه يقعد فترة كبيرة في circulation، وده اللي بيخليه more longer action، ممكن يوصل الديوريشن بتاعه up to 40 hours. هو موجود في الايجيبشن ماركت بون concentration، بره ممكن يكون موجود بconcentration تاني اللي هو
ديجلوديك 200. دي different profile and different pharmacokinetic properties للديفرنت بيزل انسولين بدايه من الان بي اتش انسولين اللي كان بيقعد لحد 16 ساعه والديفرنت موديفيكيشن اللي تمت على مستوى الامينو اسيد لحد ما طلع عندي فورمز من الانسولين زي الديجلوديك 300 او انا اسف الديجلوديك اند جلارجين 300 اللي ممكن يقعد في سيركيليشن اب تو 40 اور. بعد كده الانسولين كونفورميليشن اللي كان اتكلم عليه الدكتور ايهاب ان فوت تو ديفرنت فورم من الانسولين، الانسولين ديجلوديك والانسولين اسبارت، كل واحد بيشتغل في طريقه، واحد بيقعد فتره كبيره لحد ما يشتغل والتاني بيشتغل بسرعه، موجودين بريشيو معينه 30 لحد 70، كل واحد بيشتغل في سكته عشان كده سموه كوفورميليشن وده موجود في الايجيبشن ماركت بالاسم ده. دي ديفرنت فورمز اوف انسولين، الهيومن انسولين والانسولين انالوج، لو حد مهتم يشوف الاشكال المختلفه ودي ديفرنت ميكانيزم والفايلز دي ان شاء الله هتبقى افيلبل بعد كده على صفحه الاسم ان شاء الله. بعد كده جت فكره البايوسيميلر، البايوسيميلر يعني مركب هو شبه ايدنتيكال للبيرنت دراج بس مش ذا سيم، يعني هو مش جينيريك، لا ده هو دواء تم تصنيعه والسيكونس بتاعه مشابه للبيرنت دراج، مختلف شويه بس ان ذا اكشن ات از ايدنتيكال. ممكن يكون وفر شويه في الاسعار، الانسولين الموجود الباساجلار وده ماركتد بي كمباني خدته هو الانسولين جلارجين، وفي نفس الوقت الانسولين ليسبرو الموجود باسم ادميلوج. الباساجلار الحقيقه انا فوجئت موجود مره في الشغل، يعني لقيت عيان جايب انسولين بيقول انا جايبه من السعوديه، اسمه ايه؟ اسمه باساجلار. فيهمنا نعرف بس الاسامي المختلفه، الانسولين الثاني اسمه ادميلوج. فالانسولين الباساجلار هو الجلارجين. اكيد 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 تمام. ما خلاص ما انا تمام الصور موجود. اوكي تمام لا ما فيش حرج ولا حاجه، ما فيش حرج تمام. فهو الباساجلار ده اللي هو الانسولين اللانتوس او التوجيو موجود بره اسمه بايوسيميلر تمام موجود، والادميلوج ده بديل الانسولين الهيمالوج اللي هو الانسولين ليسبرو تمام. والباساجلار والادميلوج المفروض نكون عارفين اساميهم عشان مش تفاجئ بألم جاي لك العياده او بحد يقول لك انا باخد ألم شبه اللانتوس وما تكونش عارفه. دي different forms of the insulin ب different profile as regard the onset والبيك والديوريشن، وطبعا الاسامي كلها افيلبل معانا هنا. الانسولين بدأ بالشكل ده، انتهى بشكل بنفل، شكل كارتريدج، بشكل فيلنج بيتم للبامب، بشكل انهيلد انسولين، بشكل بايسيميلر. بعد كده طبعا الفيوتشر كاري الوت ان ذا تيرمز اوف سمارت انسولين ان ذا تيرمز اوف بيجليتد انسولين اند الوت. اعتقد ان بكره في محاضره الفيوتشر اند انجكتبل اند دايابيتيك دراج ممكن تيجي سيره الموضوع ده ان شاء الله. ذا فاينل بوتوم لاين، وي هاف الوت اوف ديفرنت انسولين، محتاجين نكون ترزي شاطر واحنا بنفصل الانسولين ده، واعتقد محاضره الدكتور اسلام ماهر هيفهمنا الموضوعات دي بشكل كويس. طبعا بختم بجواب كان موجه لبانتينج او موجه من طفله كانت مريضه تايب 1 دايابيتس وكانت في فتره من الفترات بتتعالج بحاجه اسمها الاستارفيشن دايت، راحت تورونتو واتعالجت على ايد بانتينج بالانسولين، وكان في رساله موجهه لمامتها قالت لها I just adore Toronto and Dr. Banting and thank you.